السلام عليكم. أمر السيرف بيوفر الكثير من الوقت. يعني تخيل مثلا أنت شغال إنشائي أو كهربائي أو معماري، وفي شخص آخر بيعمل شغل وأنت محتاج تشوف الشغل دوت. فالطريقة التقليدية إن أنا راح أخد الشغل دوت كوبي بيست عندي في قلب المشروع. طيب لو هو عمل تعديل أنا مش هحس بيه، لو في أي أبديت مفيش أي زور عندي. لو في لوحة موجودة وأنا مستخدمها كتير زي الفريم، هضطر كل مرة تاخدها، ولو في تعديل هتفتح اللوحة كلها وتبدأ تحط التعديل دوت. لو هو عمل تعديل هتضطر ان انت تلغي الحاجة اللي انت خدتها قبل كده وتبدأ تاخد التعديل الجديد، وده هيعمل لخبطة ويعمل مشاكل كتير اوي. طيب انا اشوف امر سيرف، اجي هنا اقول له اتاش، بلاقي عندي اتاش دي دبليو جي، صورة دي دبليو اف، دي جي ان، بي دي اف، بوينت كلاود، كوردينيشن موديل. اقول له دي دبليو جي وابدأ اختار الحاجة اللي انا عايزها، واقول له اوبن. الاقي هنا اسم الملف اللي انا مستدعيه، والاقي هنا في اختيارين: اتشمنت اوفرلي. اتشمنت يعني لو الملف دوت اللي انا ساحبه ساحب ملفات تانية يبقى كله هيجي معايا. يعني لو الملف ده مثلا قلنا ان هو اسمه ايه وساحب ملف تاني اسمه بي، هيظهر عندي ايه وبي. طب اوفرلي هيظهر بس الملف اللي انا مستدعيه. طيب هنا بيقول لي السكيل، هتقدر تكتب الارقام اللي انت عايزها، هتخلي ده 5 5 5، او تقول له سبيسفاي وتبدا انت تبقى تحدد بعد كده. هنا برضو تقدر تخلي العلامه دي موجوده وهتحطها مانوال، او تروح انت كاتب بقى الارقام اللي انت عايزها. طيب الباس تايب عندي 3 انواع: نو باس، يبقى هو احتفظ عنده ان الملف ده جمعه في نفس الفولدر، مفيش اي مسار هيحتفظ بيه. يعني لما يجي يفتح هيروح شايف الملف اللي جنبيه اللي موجود اسمه نيو بلوك ويستدعيه. ريلاتيف باص، بيشوف ايه المسار اللي مختلف ويكتبه. يعني لو هم مثلا الاثنين على فولدر اسمه نيو فولدر على الدي، تمام، الحاجه المختلفه. يعني لو ده فولدر معماري وده فولدر انشائي هيكتب معماري او انشائي. فول باص هيحتفظ بالمسار كله، يعني لما يجي يفتح يروح رايح على الدي، يروح رايح على نيو فولدر، ويروح فاتح الملف. هنا تقدر تشوف الزاوية اللي انت عايزها، وبعد كده دي اليونت هقول له اوكي، هيقول لي عايز تحطها فين، هقول له 0.0. ممكن في أي وقت تغير السكيل أو تعمل له للملف ده موف، مفيش أي مشكلة خالص. الملف اهوت، تقدر تيجي في أي وقت على الملف اللي أنت استدعيته وتقول له أنا عايز أفتحه أوبن، فيفتح الملف دوت، أو تكتب إكس أوبن يفتح لك الملف التاني أوبن، أو إكس أوبن يفتح لي الملف التاني في كتاب تانية أو في أوتوكاد تاني. ممكن أقول له بعد كده ديتاتش أشيله خالص، هيختفي عندي من القايمة. ممكن أقول له بايند، بايند دي يعني الملف اللي هو اللي موجود ما تخلوش بره، لأ خليه جوه الملف بتاعي، يعني هياخد كوبي منه ويحتفظ بيه. وده مفيد لو انا عايز ابعت الملف ده لحد يراجعه في شركة تانية، بدل ما يروح ويلاقي المسار فيه مشكلة او كده، لو بقول له بايند بحس يبقى هو الشغل بتاعي والشغل اللي انا ساحبه كسريف كله في نفس الملف بتاعي. ده ممكن تغير بقى موضوع الاتشمنت، الاوفرلاي، النوع، الباص ممكن تلغي الباص خالص او تخليه ابسوليت او ريلاتيف. ممكن تختار مسار جديد، ممكن تعمل فايند اند ريبليس، ودي نفس الحاجة تعمل ريلود للملف اللي انت عامل عليه سيلكت. ممكن تكون اكتر من واحد فتقول له اعمل ريفرش وشوف المسارات بتاعتهم. يعني قالوا لك ان احنا غيرنا الشغل فبتقول له اعمل لي ريلود للشغل. ولو اول ما تعمل سيلكت بيبدأ يجيب لك بقى المعلومات اسمه ايه ومعمول لود ولا لا، والمساحة بتاعته او السايز بتاعه، الاتاش، التاريخ اللي احنا عملنا فيه الاكسرف دوت، المسار بتاعه موجود فين، والسيف باص. السيف باص ممكن يختلف، يعني ممكن تكون انت عامل
المسار كده، هو ده المسار بتاعي، بس انا هاخد المسار المختلف. يعني هاخد من اول بيم اكستنشن بلوك، او هخليها اكستنشن بلوك على طول، يعني مفيش مسار خالص.